وقد تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حافظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فيما يلي نصها: سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بخالص الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. داعين الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة المباركة أن يحفظ جلالتكم ويحقق كل ما تتطلعون إليه من رفعة وتقدم لهذه المملكة الغالية وشعبها الوفي، ويعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على جلالتكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ودمتم سيدي سالمين موفقين. ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها: صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من دواعي الاعتزاز والسرور أن تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بعيد الأضحى المبارك، وفي الوقت الذي نقدر لسموكم هذه التهنئة والمشاعر الفياضة، لندعو الله أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى وطننا وشعبنا العزيز والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. حفظ الله سموكم لمواصلة دوركم المميز في سبيل تقدم ونماء مملكتنا العزيزة، ودمتم بحفظ الله سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.